مر المغرب بمحطات عدة قبل أن يحقق استقلاله الكامل من المستعمر الفرنسي والإسباني، ويصادف اليوم 18 من نوفمبر عيد استقلال المغرب، وتكريما لعودة الملك محمد الخامس إلى البلاد بعد أن تم نفيه إلى مدغشقر. لكن بالعودة إلى صفحات تاريخ استقلال المغرب، سنجد يوما منسيا انتهت خلاله الحماية الفرنسية على المغرب رسميا، وهو 2 مارس سنة 1956، حين وقع الوزير الأول مبارك الهبيل البكاي على معاهدة الاستقلال النهائية التي ألغت معاهدة الحماية الموقعة بفاس عام 1912. وفي عهد محمد الخامس كان المغاربة يحتفلون باستقلال المغرب في هذا التاريخ، إلى حين اعتلاء الملك الحسن الثاني العرش سنة 1961، ليتم تحويل الاحتفال بهذا العيد إلى يوم 18 من نوفمبر. والتبرير السائد لهذا التغيير هو التقاء ذكرى الاستقلال بعيد عرش الحسن الثاني. ومن أجل تحقيق وحدته الترابية، دخل المغرب في مفاوضات مع المستعمرين الفرنسي والإسباني، وفي عام 1956 بدأ مسلسل الاستقلال، واسترجع المغرب الجزء الشمالي من ترابه. وفي شهر أكتوبر من السنة نفسها انعقد مؤتمر دولي بمدينة المحمدية حول منطقة طنجة، نص على إلغاء الوضع الدولي للمدينة وعودتها إلى المغرب. استمر المغرب في الصراع من أجل استكمال الوحدة، واسترجع سنة 1958 منطقة طرفاي الجنوبية، بعدها منطقة سيدي إفني في شهر يونيو 1969 بعد مفاوضات مع المستعمر الإسباني. لم ينتهي مسلسل الاستقلال بعد، واستمر إلى غاية سنة 1975، حين أصدرت المحكمة الدولية حكمها بوجود روابط البيعة والولاء بين سكان الصحراء والعرش الملكي. حينها نظم الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء التي انطلقت نحو منطقة الساقية الحمراء وانتهت باعتراف إسبانيا بعودة المنطقة إلى المغرب. اقترب مسلسل استقلال المغرب من النهاية، ففي يوم 14 من غشت سنة 1979 استرجع المغرب باقي المناطق المحتلة، وقدم وفد يمثل مختلف قبائل منطقة وادي الذهب البيعة للملك الحسن الثاني. فهل ينهي المغرب آخر محطات استقلاله باسترجاع السليبتين سبتة ومليليا؟